يقول: هل من الخوف الطبيعي أن يخاف الإنسان من الجن أن يقتلوه أو يؤذوا أهله لقدرتهم على ذلك؟ الجن يلجأ إلى الله بالاستعاذة بالله ولا يضرونه، إذا استعاذ بالله استعمل الاسم، اسم الله، يقول بسم الله عند قيامه وقعوده وعند أخذه وعطائه، يقول بسم الله، والاستعاذة بالله هذا يعصمه بإذن الله من كيد الجن. نعم.